لما نحكي عن الاهداف وتحديدا الاهداف الذكيه وما ممكن يسهل موضوع تحقيقها، فشو هي الاهداف الذكيه؟ تمام هلا في البدايه خلينا نعرف الهدف اكيد كلياتنا بنعرفه بس لحتى نسقط عليه مفهوم الاهداف الذكيه، الهدف هو شيء يسعى الانسان للوصول اليه، هلا لما نوصل لهذا الهدف حنكون كثير مبسوطين كثير سعيدين وكثير فخورين بحالنا تمام؟ هلا الاهداف الذكيه هي ميزه لازم تنضاف على هذا الهدف لحتى يصير واقعي ونقدر نحن نشتغل عليه، فلو اخذنا مثلا خساره الوزن اوكي؟ كلياتنا حابين ننزل وزننا، في اشخاص مثلا مرقوا بتجارب معينه، فمثلا لو سالت اي حدا انه انت شو هدفك؟ قال لي مثلا بدي انزل من وزني، هلا هذا احنا لما نشوفه بنقول هذا هدف، تمام التمام يلا خلينا نشوف ليش ما عم بيصير. هلا الاهداف الذكيه هي محصوره بكلمه سمارت جولز، السمارت كل حرف فيها بيعني كلمه، وهاي الكلمه هي عباره عن ميزه، فلو اخذنا اول حرف اللي هو الاس سبيسيفيك، تمام؟ فانا مثلا خساره الوزن، كيف بدنا نحدده اكثر؟ انا بدي انزل 10 كيلو، انا بدي انزل 20 كيلو، هون حددناه اكثر واضح اكثر تمام؟ الميزه الثانيه اللي هي الميجربل، لازم يكون هدفنا قابل للقياس، يعني مش إشي هيك انه والله انا بدي انزل مثلا آه مثلا افكار سيئه او مثلا بدي اغير طريقه فكري، هذا ما بنقدر احنا نقيسه فعليا الا على سلوكياتنا، لو رجعنا للمثال خساره الوزن، عندنا ان بدي تيست، عندنا ميزان، عندنا متر، فصارت الادوات موجوده، فهي الميزه الثانيه امورها تمام. ننتقل للي بعديها اللي هي اتشيفبل، بده يكون قابل للتطبيق، يعني مثلا مش اقول بدي انزل 10 كيلو باسبوع <applause> هذا الأشي اكيد مش واقعي اكيد <applause> ما حيصير فبدي احط ببالي قديش بدي وقت وعندنا كمان ريليفنت لازم يكون هدفنا مربوط بقيمه معينه يعني مثلا بدي اسال حالي شو الفوائد يلي بدي ارجع يعني ترجع لي لما انزل الوزن صحتي حتكون منيحه حتكون اموري تمام حقدر احقق كثير اشياء فبالتالي حكون كثير مبسوطه واخر ميزه اللي هي بده يكون في تايم يعني لازم يكون في وقت مش بدي انزل وزن وخلص يجي <applause> شهر 12 مثلا ايه انا مش نازله فلا مثلا لازم اقول مثلا خلال ثلاثة اشهر 5 كيلو شهر مثلا ستة كيلو طبعا يكون كل شيء واقعي وعلمي 100% نعم هلأ. في شغله كمان كثير مهمه اليوم لكل الاشخاص اللي بحسوا انهم بحطوا اهداف م. بس ما بحققوها م. يعني بصير في خذلان احيانا خذلان للنفس خذلان للاخر خذلان انه هن ما ما يعني قدروا انهم يوصلوا لهذا الهدف فاليوم هدول الناس بيقولوا لك لا لا انا هذه السنه اي شيء كنت بدي اعمله السنه اللي فاتت م. ما بدي اعمله انا م. بدي ابحث عن شيء جديد م. انا بدي ادور على شيء اشوف حالي فيه او الاقي حالي فيه وهون ممكن ندخل بمرحله انه نضيع صح. نضيع ما نركز بشغل ما نركز بدراستنا فاليوم كيف انا لو لو اصبت بحاله الخذلان مع بدايه العام الجديد بقدر اوقف على رجلي من اول وجديد واعيد حساباتي بشكل صح طبعا اكيد كلياتنا بنمرق بهاي المرحله بنكون خلص تعبنا ما بدنا زهقنا بس بنفس الوقت يعني نحن اصلا الانسان بطبيعته بحب ينجز بحب ينبسط بحب يعني يحقق اشياء حلوه فاذا ضل هو مثلا عايش على الاطلال الماضي او السنه الماضيه اكيد ما حيكون في تقدم فهذا الشيء بخلينا اكثر نركز على انه ليش احنا اصلا ما من حق الاهداف اللي احنا بنحطها اول سبب اللي حكيناه هلا قبل شوي انه نحن فعلا ما بنكون مطبقين اللي هي فكره الاهداف الذكيه على اهدافنا بيكون بس مجرد كلام طلعت صحبات مع بعض بدي اعمل بدي اساوي وخلص بتروح فلا انت بدك ورقه وقلم تكتب هدفك تكتبه قدامك تضلك شايفه هذا الإشي بحفزك انك انت تستمر عليه وبنفس الوقت كمان تشتغل على عاداتك يعني مثلا لو رجعنا لخساره الوزن صراحه لانه كثير وهذا الشيء كثير ناس بيكونوا حابين انهم يسووه آه بيكون عادات اغلبها غلط ففجاه تتحمس اه بدي اروح اعمل مثلا دايت بدي بالجيم وكذا اول يومين ثلاثه اسبوع بعدين ترجع لعاداتها القديمه ليش لانه ما صار في تغيير للعاده للفكره للاشي اللي هو موجود عندها فطريقه فكر الانسان بتاثر البيئه الموجوده حواليه كمان بتاثر هي اللي بتساعده يا اما تحبطه او بتساعده انه هو يستمر نعم يمكن سمازه من بين كل النقاط اللي حكيتيها ويمكن الامور اللي لازم نركز عليها بالاهداف الذكيه ولكن في موضوع الاراده يعني م. اراده البشر بشكل عام مختلفه طح. وحتى الفترات اللي بنمرق فيها كمان بتلعب دور بالاراده وطبيعه الهدف الها دخل بالاراده فأدي هذا كمان الموضوع يعني لما نحكي انا بالسنه هاي السنه انا لازم احقق هاي الاهداف ما حققتها آه. على السنه الجديده نفس الهدف كمان ما حققته كمان ممكن كمان الاراده في لها دور طبعا اكيد هلا الاراده بتعتمد كثير على الدوافع الحقيقيه يعني انت ليش بدك تعمل هذا الإشي مثلا للوزن ليه بدك تنزل وزن مشان مثلا صحتي هلا هذا الجواب احنا كلياتنا بيكون اه مشان بدي احافظ على صحتي ما بدي امراض بس في اشياء جوا اعمق كل ما سالنا حالنا ليه بنوصل للدافع الحقيقي اكثر ليه بدك تنزل وزن مشان مثلا احب حالي اكثر مشان ثقتي بحالي تكون اكثر منيحه مشان مثلا اقدر اكون مستمتعه مع اولادي مع كذا هاي الدوافع هي اللي احنا حتذكرنا لما يعني نمرق بفتره من نوع مثلا انه احنا تعبنا او ما بدنا فبتكون بتشكل زي فيتامينات بتقوينا اكثر لحتى تساعدنا اثناء فتره التغيير نعم هلا نعم. كمان دائما بنحكي انه ما بدنا نكون نعيش حلم الاخر فينا م. يعني احيانا الاشخاص اهدافها بتكون جزء من إنه كيف الناس شايفينه م. وليس هو كيف شايف حاله صح. كيف أهلي بالدنياني يعني أخلص أصير دكتور كيف ماما بتقولي نرجع نحكي عن فكره النحف يعني انا بالذات شوي موضوع هذا حساس بالنسبه آه. لي لاني بعتقد انه الشخص مش لازم يكون نحيف او ناصح صح بقدر صح. ما يكون صحي وبحافظ صح. على صحته لانه في ناس من كثر ما بيعملوا دايت بيخسروا فيتامينات بيخسروا شعرهم بيخسروا صحتهم فاحنا دائما بس نحاول انه يعني نكون حتى اهدافنا بمصلحتنا صح مصلحتنا النفسيه صح. والجسديه والعقليه فاليوم قديش انا بقدر اعرف انه هذا هدفي ومش هدف اهلي فيه حلو. او مش هدف زوجي فيه او اولادي فيه تماما هلا احنا كلياتنا في عنا جوانب توازن عديده يعني في عنا جانب عاطفي جانب اجتماعي جانب ثقافي صحي مهني هدول على الاقل كل واحد فينا لازم يكون دارس هذا الموضوع وايش الإشي اللي هو بده اياه هلا طبعا الاكاديمي اكيد هذا شيء كتير مهم دائما الاهل بيحبوا يشوفوا اولادهم باحسن الاماكن يدرس شغله معينه بس احنا دائما بنقول انه كتير مهم نعطي للشخص او للطفل انه هو يختار الأشي اللي بده اياه لحتى يبدع فيه اكثر تمام فالجوانب اللي حكينا عنها حلو انه احنا نفكر فيها اكثر ونشوف على حابين نشتغل على هاي السنه اذا انا حسيت مثلا شخصيتي خجوله ممكن اخذ الجانب الاجتماعي واشوف كيف بقدر اقوي هذا الشيء كيف اتعرف على ناس جديده اقوي مهارات التواصل عندي يعني كثير في صراحه تفاصيل بتعتمد على كل جانب فانت اختار الجانب اللي بدك اياه وبلش فيه هذا في تطبيقه يعني نعم كمان من اهم الامور لازم نركز عليها انه نحط خطوه لانه الهدف ما بصير بخطوه واحده هي صح. مجموعه من الخطوات وخطه حتى نوصل للهدف بتحكي لنا عن هذا الموضوع اكثر اوكي تمام هلا الخطه جدا مهمه اكيد بس قبل ما ندخل بالخطوات لازم نعرف الخطة إيش لازم يكون فيها أول شغلة لازم نعرف إيش المعيقات اللي ممكن تواجهنا بتحقيق أي هدف برضو لخسارة الوزن <applause> لأنه بلشنا المثال فيها مثلا أنا من الناس نفرض أنه أنا ممكن أخرب دايت إذا طلعت مع صحباتي مثلا على السينما أو كان في جمعة فأنا لازم أكل ما بقدر أني مثلا ما, أسيطر على مشاعري فهذا معيق تمام هلا أنا لما بدي أدخل على الهدف بدي أشوف إيش هاي المعيقات وليش هي عم بتصير هلا صح إحنا بنحب أنه يكون في مثلا أخصائي نفسي أو اجتماعي أو حدا ممكن ساعدنا، بس انا برضه بقدر اعرف احدد هاي المعيقات والاقي لها حلول لانه مش نكون متحمسين اول اسبوع ولما يدخل هذا المعيق مثلا نرد نرجع للاول هذا الاشي اللي كتير بياثر فنحط المعيقات نشتغل اكثر على الناس الداعمين لانه كتير مهم مثلا اثناء فتره التغيير تحقيق الهدف نزعل متجعبان بنفقد الامل فلا نشوف مين الناس اللي بدنا اياهم ونركز كمان على الاحتياجات لانه ممكن يكون الهدف بده مصاري ممكن يكون بده معرفه ممكن يكون بده فكره فانت اعرف ايش الهدف بده لحتى تقدر تشتغل عليه وتوصل للي بدك اياه يعني نعم ونصيحه بالنهايه لـ يعني لـ لكل من يتابعنا واللي لسه عمره ما عمل ولا هدف يعني ما حطش ما عملش هذه الفكره اصلا ما <applause> قررش يعملها <تصفيق> 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 <طبعا>. <تصفيق> <تصفيق> اول إشي لازم هو طبعا يقرر في البداية يقرر انه انا حاب احط هدف معين اختار جانب بدك تشتغل عليه وطبق كل الاشياء اللي حكيناها يكون الهدف ذكي يكون في معرفه يكون في خطه يكون في ايمان بالذات لحتى نقدر ان شاء الله نحقق نتائج كتير حلوه <applause> نعم. ان شاء الله يا رب تكون سنه سعيده يا رب على الجميع ايش <applause> تتمني؟ انا ان آه. شاء الله اولادي وعائلتي يكونوا كلهم بخير يا رب آه. هو هذا الهدف الصراحه بس عارف لماذا اخيرا هيك بشكل سريع آه. ضروري نحط هدف لكل سنه عم. لازم صراحه اه لازم نحدد الاهداف صراحه اه <applause> ليش لانه الوقت صراحه هو احنا كلياتنا عندنا 12 شهر فبالتالي في ناس بنشوفهم ناجحين في ناس انجزوا فعلى الاقل عن جد يعني نحاول نحاول على الاقل ثلاث اهداف مثلا نشتغل عليها قبل للتحقيق تكون عشان ما نزعل ما نحس بانه احنا غير قادرين على تحقيق هاي الاهداف <applause> وما هي أهدافك ليلى؟ أهداف كتير كبيرة يعني أيوة مش أحاول إلي أنا لسه عم بخطط أنا حطيت أهداف كتيرة للسنة الماضية بس ما زبطوا معاي فرح أمشي معهم بهاي السنة